خوتي ماي جيست توداي يسرى. يسرى شنو هي اكبر شهادتي في حياتك؟ فاش كان لعب المغرب كان ربح وكنت ما بقوه الفرحه وداك الشيء خرجت للشارع من القهوه وبقيت كنقاز وقلت واه ربح المغرب صافي. وصاحبتي كان فيها السكر وما كانتش هزت الدواء ديالها، مشات لافارماسي باش تاخذ الدواء. انا بقوه ديك الفرحه شديت داك الدواء وشربت جوعان بقوه ديك الفرحه شربت داك الدواء وصافي. زعما هادي اكبر شويه درت وانا شربتي الدواء بالفرحه. كيفاش بالفرحه؟ دابا انا فرحان غنوض نشرب الدواء ديالي. ما حسيتش غادي السكر برتي بيه. وتهدنت مع القلق الغوات كنتي شحفانه. ممكن صافي. شنو طرا لك؟ بقيت عادي ما طرالي دابا انا بقوه الفرحه وداك الشيء بقيت كنقز دخلت لافارماسي وداك دخل ما بانش تكلميتي المغرب ربح وي فعلا هكا درتي دابا لكن كنت كنقز في الشنطه كتغضبني الطوموبيل بعد المرين واش درتي؟ صافي كان شكلي جراك ولا نوهات جرات؟ صافي. اما دابا كنتي في خبر كامل وداروا لي حتشوها في ستوري انستغرام حطوك في ستوريات شرب دواء نتهدن والله شربوا الدواء ديال السكر باش تهدنوا الاخوان نايس.